السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين قال لك المشرف هذا قال لك يرفض الضغط على شرقي وريان شرقي وامين قويري. يا ودي عيط لهم، هذو عيط لهم وثائق تاعهم صايك. انا نقول لك عيط لهم وعيط لهم، غادي تعال بين الضغط وما نديروش عليهم الضغط منا. عيط لهم عيط لهم عيط لهم عيط لهم. واحد عنده صايك، واحد داخل في 23 عام، واحد داخل في 20 عام. عيط لهم عيط لهم عيط لهم، هذه تاع الضغط هذه ما كاش هذه. عيط لهم. بن طالب جبنا 19 عام لعب كوب دي موند نورمال، لعب كونت لالمان دات كوب، دات كوب دي موند كاش هذه تاع مازالوا منا وكلش. عيط لهم تاعش ضغط تعس ضغط وما صايك، وما طاو هما طاو وثائق تاعهم لنا كو خايفين من الضغط ما يجوش كاع، ما يمدوش كاع الوثائق تاعهم. الوثائق تاعهم هما هنا الفيفا قالت لهم الاوكي، يعني ما كان والو صايك. انا ما تديروا لهم ضغط طليان ما منا ما مليار. هضروا معاهم هذاك موني دبيشي عنده داير رابط اتصالات مع السفاره الجزائريه في ليو ولا وين ما كاين هما، يعني كان مع السفارات ما كملوا منا وعطاوهم الاوكي تاعهم الاثنين اللي فات. الفيفا راهي راسلتهم الاوكي صايك سي بون، كلا ضغوطات لا والو. جو راهم يلعبوا امين قويري راه يلعب عنده 23 عام، وانت ما تجيبو مولا 25 عام تتفوت تفوت سليماني وتفوت بنجا وتفوت هماكم. ها جيب لعابه جيب دراري صغار، هذا هو عنده 23 عام على بالك. 23 عام الرجاله، واحد كيما اشرف حكيمي على بالك 23 عام كان لاعب دو كوب دي موند كيسموه مبابي دو كوب دي موند، واصل فينال وحده دايها وحده واصل فينال. عنده 22 عام على بالك بيا 23 عام بيتقارنوا تاع الحق 25 كيما عوار. انت كنت دير عليهم ضغوطات والناس تعاير فيهم وشاع الضوء الاخضر باش الناس تعاير هذه اللعابه. واو لالا اليوم يتبان لك بلي لا يا انت اللي لا ما نحتاجكش، انت اللي على بالك بلي المنتخب الوطني راه كبر عليك، اكبر عليك المنتخب الوطني. اللعابه كيما هادو الناس غادي تريني عند مورينيو، يتريني عند غوارديولا، غير ما عند منهم يترينو ولا لي زونترمون خطط تكتيكيه يقراوهم سي محمد، ماشي زقا عند لا لي دي توش. كيما نهار هنا في وهر نتا دار لك ادم والناس قال لك دو اسمو مالك، قال لك يا ولد عمي ها قال لك اعطينا خطه لداخل وهنايا ولا انا بندبك ولا مانيش بندبك. انا تتزكى عليا باش تفكر روحي لا راني قاد بلا كوش ولا لا دروات. انا جوال بروفيسيونيل، ناس بروفيسيونيل قراو قراو البوله، يعني كيفاش غادي يطلع كيفاش غادي يخدم، عنده مساحه تاعو عنده. وكشف مصدر داخل الاتحاد ما كان لا مصدر لا والو، كشف مصادر كاذبه داخل الاتحاد الجزائري لكره القدم ان هذا المشرف يعني لا يريد الضغط على النجمين الواعدين امين قويري مهاجم نادي ران الفرنسي وريان شرقي نجم نادي اولمبيك ليون الفرنسي بخصوص مساله حسم مستقبلهم الدولي واللعب مع الجزائر في الفتره المقبله. مفضل استنساخ يعني تجربته السابقة مع النجم الجزائري الجديد حسام عوار. يا ولدي حسام عوار كنت شعل عليه الضوء الأخضر، الناس ظلي تعاير فيه 2020 2020، واو لا كنت ظلي انت اللي شعلت عليه الضوء الأخضر، الناس اللي خرجت ولا تعاير فيه. قلت لهم لا نورمال وحنا نحتاجوه بالك راه بالك منا ونقارعوا ونشوفوا، كانوا الناس ما يعايروش. تا شعلت الضوء الأخضر على الناس ولاو يعايروا فيه، كيما شعلت الضوء الأخضر تاع قاسامة والماتش يتعاود قاسامة وكي راني مغبون ارواح سلكني اسمع بيها على بالك العام اللي فات درت لهم انت درت لهم الغنيه تاع قاسامة كي راني مغبون ارواح سلكني. انا نقول لك فين غادي نامنوك؟ انا شوف من غادي انا ما قلت لكم ما غادي نامن لا ذا المدرب المنتخب الوطني الجزائري، ما نجبتش انا ما نجبتش اسمك ما نجبدوش مدرب المنتخب الوطني. ما انت كذاب، كذبت علينا كذبت على الشعب الجزائري. هذاك مكلف بالاعلام كذاب ستا مونتير، هادو اللي باطار في اليوتيوب هادو ولا في الصفحات دي باطار، يعني كذبتوا علينا ما غاديش نامنكم.
والله من منكم خلينا هذوك لي باطار تاع اليوتيوب هذوك الفيسبوك هذوك كلاب نبيعه بصح. انا شوف هذا المدرب يهدر من امنهش من امنهش كذب علينا كذب علينا ذاك المكلف بالاعلام من امنوش يعني حتى ناس كاين ناس من امنوهمش يهدروا ما يهدروش كذابين ناس كذابين ما غاديش نامنوكم متالي كاع انا ما نامنكمش كذابين كذبتوا على الشعب كاع كذبتوا على الشعب والله كاع كذبتوا على الشعب على جال المصلحه تاعكم برك المدرب كذب على جال المصلحه تاعه باش يقعد ديك 6 ملايين تتكمل الكونترا تاعو المكلف بالاعلام يعني يكذب باش يدي 55 مليون في الشهر كان يدي 30 بعد 45 بعد 55 راه يدي 55 يعني في الشهر يعني الناس ولا تكذبوا صحيح من اجل المصلحه تاعهم ما احترموش الشعب الشعب كان يبغيهم هذا المدرب الشعب يبغيه ما احترموش كذب عليه قال لهم الماتش يتعاود وقال صعبه واي 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 وهما كانوا لوبي برك لوبي تاع كذب لوبي تاع لوبيا يباتوا ياكلوا في اللوبيا ويصبحوا يحسقوا علينا مع الصباح هذه هي وين راه انت قلت لنا باللي عندي فقرات وانا شت منها قادر تعيط لذاك هذاك عبد المجيد بالطمين ولا ما كيعيطوا له نهار اللي درت معاه عيط له قول له واليك هذه اعطي قول له ما هي لا وين هي كانت عندي انا هذه وعندنا هذو الوثائق وهذو الحقائق باش نكشفوا بها قسما هم ولا وين راهم بصح انت ما كاش قادر ديرها برا روحك وانت تكذب علينا انت كذبت على 45 مليون صرتو كي هدرت انت المدرب على بالك كي هدرت انتايا على بالك انت المدرب كي هدرت على بالك بلي راحت معك يعني نقولوا بلي 42 شحال حنايا 45 راحت معك 42 مليون راحت معك امنت على بالك مالك ولاو بسبابك ولاو يعايروا الناس وزيد بسبابك انت والتصريحات اللي كنت ديرهم كانوا يخرجوا يعايروا عوار تا اصلا كنت تدير تشعل الضوء الاخضر على عوار باش الناس تعايره من اجل ماذا من اجل يعني الصديق تاعك اللي قلت لنا لازم تعرفوا كي تهضروا عليه واكاديميه كبيره اكاديميه اللي ما عندهاش قوط بلا تاع قوطي تاع طوماطيش اكاديميه تاعك لك تهضر عليها رساله اكاديميه ولا مدرسه التكوين جامي شفتها هنايا مدرسه التكوين في ليجان وما عندهاش ما كاش انت تهضر عليها صاحبك هضر علي الله يسهل عليك بصح ما تفرضش علينا حناش انا هضرو ولا تفرض على الاعلام شي يهضر الا مدرب موظف ليام ومن بغلا راهي تسك بالروالي والزويجه عواجت وراهي تخدع انت راك تحكم في هذا الجياح هذه مش جياح راك تحكم كيس جياح يعني من درجه الصفر صوت الجياح في البطوله الجزائريه من درجه الصفر وصوت بعض الإعلاميين من درجة تحت الصفر بعض الإعلاميين الأغلبية صوتهم تحت الصفر خاطش على رجال اللي مش ساكتين ولا غير ينحسبوا على الأصابع برك بصح أنت كي صوت ناس يعني تحت درجة الصفر أحكم كي بحكم أحكم بحكمك هذه هي بصح ماشي كاع الجزائريين باش ديرها مليح في راسك ماشي كاع الجزائريين على بالك جايين معاك ولا يساندوا في كله انا واحد من الناس انا كجزائري نهضر على روحي انا ربي راه داري بصحك والله ربي داري خاطش نتايا كاع بشي مدرب وليام وصوالح بزاف هي اللي خلاتك انت تكون كيما هكا تكون عفريت كبير ها وبعد شي سلكك عباس المدني كان يعمر الستاد ارشيكوم عباس المدني كان يعمر الستاد ارشيكوم الجي تتبلع باش يسمعوا يقول الله اكبر الناس الجي تتبلع والحديث قياس انا نقولها لك الجزائر يا تابع احكم او معاك تاع 2019 في روح
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خوتي صحيتو صابتوكم.